باران بلي باش تنظيم يعني صالونين، الصالون الاول هو لصالون الصناعات، والصالون الثاني هو صناعات كذلك يعني الفلاحيه او الغذائيه. ف قيمنا يعني بافتتاح هذا الصالون هذا والزياره اللي قمنا بها كذلك الى مختلف الاجنحه. نقول كذلك هذا الصالون فهو صالون دولي يعني اللي شارك فيه دول من الخارج على غرار دولة لبنان صديقة. ويعني من خلال حديثنا مع المستثمرين في هذا المجال هذا يعني ارتأينا باللي باش كذلك أنه فيه تطور كبير يعني في الصناعات الغذائية على مستوى الجزائر وفي مختلف الاختصاصات. لاحظنا باللي باش يعني أغلبية المستثمرين كذلك يعني نجحوا في وجود أسواق خارجية، وهم اليوم يقوموا بتصدير المنتجات نتاعهم إلى الخارج سواء ناحية الدول الأوروبية أو حتى الدول الإفريقية والأسيوية كذلك. وهذا يعني يفرحنا، وكذلك هو يعبر على مدى المجهود الكبير اللي تقوم به الدولة الجزائرية في مواكبة المستثمرين من أجل يعني تحقيق المشاريع نتاعهم. ظن باللي باش يعني السيد الرئيس كان في العديد من المرات قال باللي باش نحن نحمي الاقتصاد الوطني ونحمي المستثمرين من خلال كذلك يعني اتخاذ العديد من القرارات كمنع استيراد يعني المواد اللي تنتج محليا واللي فيها اكتفاء وطني 100%. فنظن باللي باش اليوم رانا نشوفوا في النتائج مجسدة على أرضية الواقع. وما كذلك أفرحنا هو أنه العديد من المستثمرين هذو فهم شباب، يعني شباب اللي قاموا باستثمارات يعني في غالبية الأحيان استثمارات كبيرة، وهم اليوم يعني متحكمين في الإنتاج وتلبية الطلبات نتاع السوق الوطني، وكذلك يبحثون عن الأسواق الخارجية. فنظن باللي باش صالون ناجح، والعلامة الكاملة إلى المنظمين، العلامة الكاملة كذلك إلى المستثمرين.